شعب شاف اللي كان ماسك فرقه المنصوره في الوقت ده. انا ببص انا يعني ما بيخلينيش ارتبط بمركز، انا بلعب ناحيه الشمال واليمين وبلعب لقدام، ما بلعبش الباكات زي ما لعبت في النادي الاهلي. كان خالد غندور بيلعب باك ليفت في ماتش من الماتشات، رحت لعبت عليه كل كره تلعب ورايا. الزمالك اتعادل معانا 0-0 مضيعين كميه اجوان مش طبيعيه. يعني الزمالك اتعادل معانا بالنسبه له كانت مكسب. انا شفت النقط مش ضعف، خالد غندور بيحب يهاجم فالهجوم لما بيزيد. انا طبعا في المكان ده احنا في نادي المنصوره حتى لو خسرنا من الزمالك امر طبيعي، تخسر من الاهلي والزمالك ده نتيجه طبيعيه طبعا، تكسب ده اللي مش طبيعي للانديه الثانيه. فالحمد لله كان ليا صدى كويس جدا في ماتشات كتير اول لعبتها مع نادي المنصوره، احرزت فيها اهداف كتير، وكان في باكات في الوقت ده وانا في نادي المنصوره كانوا بيتضايقوا مني ما العب عليهم، انهم كابتن مصطفى بالدهب في مصر اول ما يشوفني يقوم معطلي واحده كده قبل الماتش بتبتدي، اديك واحده تحت لا تحت يعني لا لا مش خبطه يا ريت خبط، امال ايه لا لفظ من الفاظ مثلا هو مش قاصد بس يقول لي اليوم اللي انت هتشوف في وشك فيه ده مش عارف مش هيعدي بقى كده، يقعد يأنب فيا. ولاعيب